متتبعي الكرام، متتبعي قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، مرحبا بكم معنا في هذا اللايف المباشر أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. تحية للجميع وأهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا أصدقاء القناة، قناة شوف تي في. فمرحبا بكم معنا في هذا البث، من عين الأصدقاء يتواصلوا بس سمعوا قصة غريبة وقصة مؤثرة، أحد المغاربة القاطنين بالديار الأوروبية وأحد المغاربة القاطنين بالخارج اللي كيهضر بواحد الحرقة وكيهضر أيضا بفقدان الثقة. متابع القناة، قناة شوف تي في، فمرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في. تحية لكم العين الأصدقاء يتواصلوا معنا. قصة غريبة، أحد أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج. متابع القناة، الله يلطف. الاسم سامي، يعيش بالديار الأوروبية. متابع قناة شوف تي في. سامي، قصة غريبة، قصة أقولها محزنة. بعد ما أنه فكر يتزوج، وبعد ما أنه فكر يدير الدار دياله، وبعد ما أنه فكر أنه يستقر، وقال ناخد بنت بلادي، ناخد مغربية ديالي أو نمشي للمروك كما كيقولوا ونتزوج. سامي مشى على هذا المنوال، دخل للمغرب وبالضبط اختار مدينة خنيفرة باش يتزوج. وإذا به كما كيقول سامي شي شروط طاحوا عليا، قلت أنا يمكن هذا هو الزواج المغرب، شي التزامات قلت أنا هو الزواج المغرب. من بعد دفع الكاباسيتي دو مارياج، طلعت الكاباسيتي دو مارياج، صوب الليفري دو فامي، وقع التجمع العائلي، خرجت الفيزا الزوجة ديال سامي بدون ديك الاسم ديالها. سامي كيتفاجئ، كيتفاجئ ان السيده من بعد ما تجي عنده لاوروبا قال لك خسرت وجهه اخرى ومشات لمدينه اخرى ومشات لدوله اخرى باوروبا عاود ما تجي عند الزوج ديالها. فبزاف الامور اللي كتوقع هكا، وبزاف الامور اللي بزاف القصص كثيره وكثيره بزاف، غير انا مروا عليا بزاف القصص هكا بحكم انني استشاري ديال خدمة التأشيرة لمدة 16 سنة، عشت بزاف ديال الأمور بحال هكا. أنا هاد النهار جاي بعد تغطية صحفية من كرسي في التازة، وكيتصل بيا سامي من الضيافة الفرنسية، قال لي يا أخي عبد الله بغيت نشكي عليك، وبدا كيشكي عليا أش وقع ليه مع هاد السيدة هادي. نتصلوا بسامي وغادي نسمعوا متابعي قناة شوف تي في القصة ديالو المؤلمة والقصة ديالو الحزينة، فابقى معنا. الو، بقى معي سامي، بقى معي. الو وي سامي، بقى معي، كتسمعني؟ سليم، بقى معي، بقى معي. فمتتبعي قناة شوف تي في، حنا في واحد القصة غريبة غادي يعاودها لنا سليم على اللسان ديالو، قصة ديال الثقة، وقصة أنه هرب للحلال، وقصة أنه بغى يجمع الشمل ديالو مع مغربية بنت بلادو، ما بغاش ياخذ قورية ولا زماقرية ولا شي وحدة من أوروبا، قال اللهم ندي بنت بلادي. لكن سليم قال لك كرهت الزواج وكرهت الثقة وكرهت بزاف د الحوايج. سليم مرحبا بك يا اخي. شكرا اخويا، مرحبا، انت على المباشر في قناه شوف تي في. اخي نعاود لكم دابا هادشي اللي طرا ليا. سليم، 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 اسمع لي، اسمع لي، اسمع لي. شوف دابا انت يا راك مع قناه شوف تي في، راك مع خوتك المغاربه، وراك مع الناس اللي بغيو لك الخير،
ما راكش مع الاشرار ولا مع عرفناك فقدتي الثقه، لكن دابا راك مع خوتك مع قناه شوف تي في، قناه 18 مليون معجب. افتح لنا قلبك وخوي قلبك وما يكون غير خير ان شاء الله. لك الكلمه يا اخي، مرحبا. شكرا اخويا، ربي يخليك. السلام عليكم كاملين. وانا عاود لكم قصتي. في 2015 مشيت للمغرب، لقيت مع واحد البنت. المهم مشيت تلاقيت معاها، مشينا. المهم مشيت قلت لها وريني دار باك. مشيت عند باها خطبتها منه. وبنات هذا سيدي شكال. المهم سليم شوف تانكيت با هضر كالم ترونكيل. اي خذ راحتك خويا، تانكيت با. شكرا خويا. المهم مشيت وراتني دار باها، مشيت عند باها خطبت هاد البنت هادي. المهم عطاوها ليا. المهم نعاود لكم النيشان، داكشي اللي طرا ليا بالضبط. النيت نيشان ما تكونش غير السميات وخذ راحتك. لا ما غاديش نقول وخذ راحتك. تلاقيت معاها في العشيه. المهم قالت لي علاش نديرو في الحرام، يلا نديرو في الحلال. وي قلت لها مرحبا. مشيت وصلتها لباها غد ليه، مشيت ديت داكشي اللي ديت خطبتها من باها. وي المهم في العشيه رجعت، داروا لي واحد كاس اتاي. هذاك كاس اتاي ما نعرفش فيه اخوتي كاس اتاي. المهم غد ليه كانت لي بحال تيليكومان، ضربنا اللاك غد ليه. ودوك العدول هذوك اللي ضربوا لي اللاك قال لي واحد منهم راه هاد البنت هادي راه شكال اخويا عندك راه تقش فيها. انا قلت لها لا ما كاين داكشي. قال لي واخا وياجي نديروا ليها واحد 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 كونترا، الى طلبت الطلاق تعطي لك 20 مليون. قلت لها انا الا كاينه في القانون، انا ما عارفش القانون ديال المغرب، الا كاين في كاين هادشي في القانون ديرو. وكان كيقول لي هذا السيد واش بغيتي هاد الراجل، واش جيتي لي بالعقول. قلت لي بغيتو. قال لي ايوا الا بغيتيها لا سني في هذا الكونترا هذا سنات. المهم ضربنا اللاك، بقيت مع ديتها للمارين داري، بقيت معاها 10 ايام. جيت لفرنسا. المهم وصلت هنايا درت ليها غوغو فاميليا، ليها اجراءات باش تجي. درتي كاباسيتي دو مارياج، تجمع عائلي. وي اي درت ليها داكشي ملي. المهم في 2016 شدت الفيزا ومشات شدت العالية المحامي، وبعد قبل باش لوطا باش تشد الفيزا كنت كنرسل ليها 20000 ريال للشهر، 20000 ريال للشهر 100 يورو. المهم ملي شدت الفيزا طلعت مشات شدت عليا المحامي. قالت لي راه ما كاين فرق، ما كيسيرش ليا، مشى خلاني. المهم كنت كنتسنى توصل لي حتى ما جات. بقيت شي 3 شهور هكاك ومشيت صيف ديال 2016. وصلت عيطت لباها، بعدا قال لي راه اجي راه كنتسناك تطلقوا. ملي وصلت لتمايا ديرو الديفورس، عيطت على عيطت على باها. قلت لها فين هي بنتك؟ قال لي اجي نعطيك 140000 ريال اش بغيتي بنتي. وديك اللحظه كنت مع لي جاندار،
قلت لهم اجي اجي وديروا الشهود. شهدوا اش كيقول هذا السيد هذا، وهربوا ما بغاوش يشهد، حتى واحد ما بغا يشهد. المهم مشيت عند عند الوكيل الملك، قلت له دامي طرا ليا ما طرا ليا ما طرا ليا، قال لي علاش لا تقول لي بلي مشات منك، اما تقتلها ولا تقتلك. هي قلت له واش ندير دابا تاع الوكيل، قال لي زير زير واحد الشكايه وحطها. ديك الشكايه حطيتها في المحكمه. المهم وشديت انا المحامي عليها، شديت المهم باغي نرجع لفرنسا، شديت انا المحامي قلت له دير ليها الرجعه للبيت الزوجيه، دارها في عدن دارها. المهم جيت لهنايا لفرنسا قلت لهم اش ندير، قالوا لي دير واحد دير لانولاسيون مارياج، الغاء الزواج. طلبت الغاء الزواج هنايا، خرجوه ليا وحكم القاضي هنايا بلي هاد المراه هادي راه دارت ركبتها السيد في الباطو حتى شدات الفيزا. المهم سميتو ديالها الهدف ديالها غير تجي لاوروبا. المهم القاضي عيط على لي جندارم، قال لي عيطوا على هذا السيد هذا، قولوا لي فينا هي بنتك. فعلا عيطوا عليه، قال لهم راه ديتها الفاس ما نعرفوش، مشات عنده، ديتها الفاس قدام الفاس راه مشات عنده. وانا ما وصلت حتى حاجه. المهم بقيت شي سنين هكاك، رجعت في 2019 قالوا لي راه عندك 4 مليون ديال النفقه تخلص لها تخلصها. وقلت له فينا هو داك الرجوع للبيت الزوجيه، قال لي ما نفتيش. وديت ليه ديك داك 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 الحكم ديال فرنسا، ترجمتو لي، قال لي راه ما كاينش هنايا الغاء الزواج، جيب لي الطلاق ولا هادشي راه ما كلاش. وقلت له دابا اش ندير، قال لي سير عاوتاني خلص المفوض. خلصت عاوتاني المفوض صافي، وداو كيقولوا لي سير بحالك راه غادي يرموك في لاغوشيغ، سير بحال. فبدات ضربت عييت ورجعت، عاود شديت بدلت ذاك المحامي، شديت واحد اخر قال لي غادي نديروا ليه نسب احتيال. بقيت شي يومين رجعت ليه تقلب، قال لي صافي سير خليها حتى تجي تطلق بوحدها. ودابا تعداو عليا الناس هادي، وهادي 5 سنين هادي ولا 6 سنين كيجراتش. 5 سنين وانت بغيتي تزوج ودير وليداتك، 5 سنين وانت معلق في السما، ما انت مزوج ما انت مطلق. ما انا مزوج ما انا مطلق. وهي دابا وقالوا لي باللي راه مشدها حاجاكم بعدا، مشدها صاحبها للطاليان، صاحبها مشات مع صاحبها للطاليان وراجلها عندها في فرنسا. داكشي اللي كانوا كيقولوا لي على وهذا كان كيرسل لي دابا هادشي. سليم انت باش عرفتي صاحبها مشات مع صاحبها؟ حيت كان كيدير لي واحد لي زوديو غير سكت اخويا، كيقول لي سير ولا نجي ندير لك هادشي اللي كندير لمرتك. يعني انت عرفتي سليم؟ الو كنسمع لك سليم. يعني انت عرفتي بان راه كانت عندها علاقه مع شي واحد في طاليان ومشات عنده الطاليان؟ كون عرفت كون ما كاع ما نحبس سميتو من هنا، ما عارف لا ما عارف واش كانت عندها العلاقه، حتى صوبات للفيزا. حتى شدات الفيزا، عاد مشات. ملي كنت كنعيط للطاليان قالوا لي راه شدها صاحبها ولا على صاحبها هو اللي صوب لها الفيزا، صوبها على راجلها حلالها. حسبي الله ونعم الوكيل. انا صوبت ليها الفيزا، هي
ومشى داها ليا، فاهم؟ ماشي شغلي انا لا. الله يعاونهم، ولكن غير كل ما قيدتني انا قالوا لي لو مارياج تمشي الله يلقيها لها. سليم سليم، نعم سمع سمع، نعاود لك وحده اخويا سليم، فكرتيني بها. سمع سمع، دابا انا فاش اتصلتي بيا انا مع انني مع فريق قناه شوف تي في مراسل، ولاني كانت الميسي ديالي قبل الكوفيد 19 كانت انا مستشار ديال خدمات التاشيره، يعني كنا كنصوبوا الناس لسيرفيس الفيزا. فكرتيني، هذه واحد 4 سنين ولا 5 سنين. اسمع لي، هادشي اللي غادي نعاود لك دابا ونعاود المتتبعين الكرام، ما غادي تطيح حتى على ابليس. هادشي اللي واحد 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 لوجيس دارته واحد المراه، شي ابليس اللي هو ابليس الشيطان وما غايديرهاش. واسمع لي مزيان، هادي واحد النهار هادي واحد 4 واش 2016 ولا ما بقيتش عاقل، كطلع عندي واحد المراه من الباديه، طالع عندي لاجونس. اتصور يا خويا سليم، الصباط داك الطالو مهرس مهرس، قدم كاين وقدم ما كاينش، دايره داك العكار ديال بنات الباديه ما مقاده حتى مزيان، الحموريه طالعه الفوق. انا كنعطيك كنقول لك شوف الفيزاج كي داير، شوف الدخله كي دايره، وفعاير فعاير الشيطان. وتصنت لي مزيان، جات عندي وبداك المسكه ديال كلوريز 10 دريات، طق 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 طق. قالت لي السي عبد الله، السي عبد الله انا بغيت نصوب فيزا، ما فيزا انا وراجلي وولادي توريست. هي هادي، قلنا لها جيبي الوراق فلانيين 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 فلانيين. السيده كتقول هادي الا خرجت من عندي للبيرو غادي تلف، ما تعرفش تترك العربيه. جابت الوراق الفلانيين وفلانيين وفلانيين، طلعت لها الفيزا هي وراجلها وجوج وليدات. راجلها عنده واحد المحل تجاري. شوف اللعبه اللي دار ديال ابليس، هي متفاهمه مع شي واحد في هولندا. اسمع لي سليم، اسمع لي، قالت له هذه عاود على رقبتي، هذه كتعاودها كيعاودها مراسي قناه شوف سيفي، عاود على رقبتي. قالت له انا غادي نمشي لهولندا انا والوليدات، نسبقوك بواحد اليومين ونتايا غتجي عندنا من نعيطوا عليك. قال لها صافي، الثقه التامه غسيري، اقسم لك يا يمين يا خير، انت ومتتبعي الكرام. مشات لهولندا، اش قالت لذاك السيد راجلها، عيطت له قالت له الو اكس بلا ما نقول السميه، شوف راني جيت هنا هولندا وهاد العائله اللي راني عندها كلشي كيصلي وكلشي كيعبد الله. وديك الساعه كانت الايامات ديال داعش، الى صعق على داعش، داك العمليه الارهابيه والبومبارد والارهاب والتيروريزم كان داعش. قالت له شوف، قالت له انا هنا هاد العائله راه سميتو راه كلشي كيصلي كلشي كيعرف الله ما كيخطيوش. قال لها دابا غير مالك يا الماه؟ قالت له غتجيب لي معاك واحد الصخره ونخلصوك هنايا. قال له شنو بغيتي؟ قالت له غتجيب لي 30 تسبيح، التسبيح اللي كيسبحوا به 30 تسبيح، غادي تجيب لي 20 صلايه، داك الصلايه اللي كيصليو عليها الصلاه، غادي تجيب لي، غادي تمشي تقلب لي على القران الكريم، كتاب الله اللي كيتباع بجوج دراهم، داك الكتاب الصغير اللي كيديروا في الطوموبيله في السيارات. قال لها صافي، مشى هو شرى 30 تسبيح، مشى شرى الصلايات، مشى شرى سميتو القران. اقسم لك يمين العودة على رقبتي يا اخي، هذه كيعاودها لي الراجل وكيبكي كيبكي كيعاودها لي كيبكي. هما اش داروا اخويا سليم؟ هما كان ديك الساعه الايامات ديال داعش والارهاب، مشاو هبطوا لابوليس في هولندا، قالوا لهم شوفوا الفول الفلاني اللي غادي يدير كازا امستردام في الاير عربيه، مازال عاقل الاير عربيه، راه جاي واحد السيد وجايب معاه التسبيح والقران الكريم وكذا، راه جاي باش يدير ينشر الدعوه الاسلاميه ويقول لكم حنا داعش وحنا هادي وحنا هادي وحنا هادي وحنا هادي. وي 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 وي، فكرتيني، هذه فكرتيني فيها قديمه. مشى يا خويا سليم، ركب هو كازا امستردام في الاير عربيه، قال لي يا خويا غير حتى سجلي في هولندا في امستردام يا اخي في ذاك المطار ديال ما تلفت لي واحد سميه المطار، قال لي غير حتى سجلي، قال لي ولقيت لي بيستولي ولقيت بنادم داير بيا، قال لي قسما بالله كان جو هو تما عند في الحبس في هولندا مقبوط، قال لي دوز تما كان جو اخويا
شدوا لي باسبور، داروا لي ريفيزي، ماشي غوتور، ريفيزي، رجعوني للمغرب. المرأة مشات هي والولاد هولندا، معت معاه مشات، وانا ذاك لي اكبر قالب بحياتي. شنو هو اكبر قالب؟ يعني واخا كنصوب انا الفيزا، حرمتني حتى داك الفيزا، عمرني في حياتي نضرب اوروبا. فكرتيني فيها. شوف يا خويا، ابليس ما يديرش هادشي، اقسم لك يا مني، الا ابليس ما يديرش هادشي يا خويا سليم. كنتمنى خويا عاونتوني. ها؟ كنتمنى عاونتوني داك الزهر. وي 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 دابا نتايا، دابا انت شنو كطلب من هاد لافير ديالك؟ اش كطلب اخويا سليم؟ كنطلب غير القاطع، غير يحكموا غير بالمعقول، يحكموا النهاية. نتايا مشيتي عند الدار ديال باها، قال لك انا بنتي مشات عندك ما كايناش. عيط عليك، قال لي راه كتسناك تطلقوا. ملي وصلت تما قلت ليه فينا هي، قال لي راه اجي نعطيك 140 اش بغيت فاطمه. علاش 140 الف ريال؟ ما فهمتش ليا 140 الف ريال. ما انا عارف، قال بغيت معايا 140 الف ريال ونتنازل على كل شيء. تبيع له بحال اللي غتبيع له الديفورس ولا؟ قلت ليه بعدا اجي علاش دي هادشي؟ قال لك واش بغيتي انا البيت برا باش توصل لك انت مرتك. هادشي في خنيفرة ياك؟ خنيفرة؟ هادشي في خنيفرة اخويا. ناري كارثة، فكرتيني في هاد القضية اخويا. وحد الان مازالي كنتسنى. دابا انت سان كونت معلق، لا زواج، لا ما مزوج، ما مطلق، ما مصيبة كحلة. لا ما مزوج، ما مطلق، ما والو عندي. لا قلت لها هادو واش بحقي واش بحقي هنا نتزوج؟ قالوا لي لا، هي تزوج لا بغيتي عندي ورقتي ديال فرنسا، ويعني في المغرب راه مازال ما مطلقش. وانت باش عرفتي بان عندها علاقه مع شي واحد في الطليان؟ داكشي اللي كان كيقولوا لي. كيتصل بك شي واحد؟ دابا عيط على خالتها كاينه في ايطاليا، هي كاينه تما. ني قلت لها كيف؟ قلت لها راه جابها كانت كتعرض ليا. قالت لي بلي عيط عليها، قال لها اجي ندير لك الاوراق ديال الطليان ديال 5 سنين اش بغيت هذاك ما تمشيش عنده. هو قال لها اجي عندي ندير لك وراق ديال الطاليان سانكو علاش تمشي عندك؟ وانت راجلها، وانت الحلال، هو غير حرام. وييه ورا هادو، ورا حتى اليهود ما يديروش هادشي. حتى اليهود ما يديروش هادشي. وي 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 دابا اللي قضية ما 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 هاديك ماشي شغلي باها دابا. انت فاش انت فاش هبطتي للمغرب تقول لهم فين راه مرتي؟ قال لك انا راني وصلتها لك المطار. قال هاد لي جندر من مالا، قال لي اجي نعطيك 140 الف سير بحال. مشيتي تمايا، مشيت للوكيل الملك وعيط لي جندر. مي قال لهم سيروا عيطوا عليه، قال لهم فين هي المرا. ملي عيطوا عليه قال لهم انا وصلت البيت ما نعرفينش واش مشات عندكم. وزعما زعما وبعدا غير بعدا لي دار هكاك وشدت عليا المحامي، شدت عليا المحامي بعدا عاد تجي عندي. شوف هادي دابا انت خدمتي النية يا اخي. نصبوا عليا الناس هادو نصبوا عليا. نصبوا عليك؟ كتقول نصبوا عليا؟ فوالا انت فاش سولتي المحامي في المغرب في هذه القضيه ما قالكش دير الطلاق ديال الغيابي ولا طلاق الشقاق ولا شي حاجه؟ سولتي المحامي؟ ما قال لي حتى حاجه، ما قال لي حتى حاجه، ما كانوش كيوريو لي الطريق.
صافي غير هما حيت داك النهار ملي جات قالت لي والله هذه امك قالت لي هذيك 20 مليون دير الثمن بيك بها للحد، يعني ديك 20 مليون راه كاين عاد طلق طلق داك 20 مليون زعما تبعتيهاش لابوليس. اش بغا يقول لي يا محامي؟ اش بغا لي انا؟ سليم ندمتي علاش تزوجتي من المغرب؟ اش ندمتي؟ والله نقول انا ندمت على ذاك النهار اللي عرفت ماشي شوف كاينين بنات الناس شكرا وي ولكن دوك الناس ندمت على ما عرفتهم كاع. انت مخلين فرا انت مخلين فرا شوف صراحة شوف نقول لك اخويا ما غاديش نسخو بنات الناس، كاينين بنات الناس نعم كاينين ولاد الناس، ولكن كاين شي واحدين يا لطيف كاين المشاكل وكاين شي وحده غير المشاكل فيهم وهادشي اللي كاين اخويا. ودابا حد الان غير كون وراتنا فينا هي دابا كنمشي دابا كنمشي حتى في المغرب كنقول لهم كنقول لك راه ما كايناش الشارع. بعد ذاك النهار القاضي عطى لي هذيك واخا قال لي ما طلبت لي قلت لها فينا هي هاد المراه هذه؟ قال لي ما تصدعنيش تقلب عليها وقال لي قلت له سير قلب عليها انت اللي صفطات مالي انا؟ قال لي والله اسكت ولا نعيط لك للبوليس. قلت له عيط لهم يا كارثه هذه. شي اللي كاين اخويا وملي مشيت دابا ترجمت لهم سميتو ترجمت لهم الحكم ديال النصارى قال لك راه واش مازالين النصارى كيحكمونا وكاش بغيت النصارى اش بغيت ديك البوليتيك فرقني مع هادي انا جيت عندك تفرقني مع هادي ماشي جيت عندك نهضروا على بوليتيك وي 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 وهاد سميتو راه القاضي بحالك اللي دارها بعدها غير بالشهود وموال انت كتقول لي سير خلص ولا وشاك فوا يجيو عندي لي جاندار خصك تخلص ذاك الشيء راه خصك تخلص ذاك الشيء فيا وقالوا لي سير راه غادي يرميوك في الشيء يلا درت ما درت حزام الترابات انا تزوجت بسنة الله ورسوله انا صدقت في المحكمة والمشاكل وبقيت في الحبس. انت تبعتي الحلال ديال الله صدقتي في المحكمة وصدقتي في طلع هبط ما فهم والو. انت كتشوف خويا وانا راه ماشي راه ما بعيداش طاليا انا راه نمشي نقلب عليها ما عارفاش غندير ليها ما ولكن انا كنتسنى المخزن يشد ليا حقي كيما شدو ليا النصارى الله يكثر خيرهم. سليم انت مخنيفره سليم انا من خنيفره انت مخنيفره ولد خنيفره وانا من نواحي خنيفره اجي كما كيقولوا الناس انا متسبع اش ما درتيش الطلاق الغيابي وهنيتي راسك ما بغاوش ما بغاوش ما كاينش انا ما عارفش داك القانون ديال المغرب هما دابا وقيل الله اعلم لحقاش كنقول لهم كنمشي لسميتو الرئيس المحكمه كنقول له انا درت لي كنقول لك حط الحرام ايوا اضرب وقال لي صافي مش اضرب المره ديجا اخويا راه عييت بهاد المشكل هذا والله اخويا لا عييت ولاني هي راه هي على ما كنظن ما يمكنلاش ترجع للمغرب علاش لحقاش هي كيعطيوها فيزا ديال عام انو والسيده مزوجه كي غادي مقيده في التريتوار الاوروبيان كي غادي دير هي باش تطلع الوراق ديالها تما ولا دابا حارقه غتكون راه كلوم ديستا حارقه مازال حارقه وي تكون حارقه دابا راه كاينه في امبرتيدي في طاليان دابا هادي راه المغرب سيفيني بالنسبه لها المغرب سيفيني ما نعرف دابا راه كاين شي قانون دابا في طاليان ما بحال ولا يعطيو ليها الوراق وانتيا ما سولتيش
في المطار الايروبورت نهار اللي مشات في حبس الطياره. سولت قالوا لك ما عندناش الحق، ولكن سولت واحد السيد الله يرحم الوالدي في الديوانه، قال لي غادي نقول لك ولكن ما قلت لك حتى حاجه. قال لي راه مشات لو كان 15 شهر جوج داك الشيء، شهر ثلاثه ولا اربعه والله ما عقلت، ثلاثه كونفين موفا 15 مارس واقيلا 15 مارس 2016. دابا سليم شنو المطلب ديالك؟ اش كطلب دابا من المغاربه؟ انا كنطلب غير المسطره. هاد المسطره شنو كتطلب؟ غير يحكموا النيشان، غير يحكموا النيشان. ولا كنطلب، انا كنطلب الا بغيتي كنطلب ترجع لفرق المغرب وترد لي داك الشيء اللي كنت كنرسل ليها، وكل واحد الله يعاونو. انا هاد الشيء اللي كنطلب، والا بغات تبقى في اوروبا راه كنطلب كل شيء حقي، كل شيء ميدوا. سليم ندمتي ديتي على اوروبا؟ ندمتي؟ ندمت بيان سور، كندمت اخويا. وي وي بيان سور ندمت، كلمك ما يندمش بحال هكا. ما نعرف شربوني داك الشيء اللي شربوني، وكنت كانوا كيكومانديو بحال التيليكوماند. دابا انت حسيتي براسك تندار لك السحور، وليتي في شنو ما قالوا كدير كدير. انه راه النيشان، هذا الشيء اللي كان نيشان. ودابا نعطيك النمره ديال باها، راه حتى انت غادي تطلع لك الدم، ما عارف اش غتقول، اش دير انت كاع. حيت شحال من واحد عيط عليه قال لي هذاك راه سطاني. انت سطيتيه؟ لا، كنعطي النمرات باها يهضر معاه زعما، كيقول لي راه هذاك راه سطاني، راه بغي يخرجني على عقلي. وقول له راه بنتك سطاتني انا قبل ما نسطيك انت. ادي الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، وي الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. فنتمناو الخير مع الله، ونتمناو ان شاء الله نشوفو كي نديرو اننا نعاونك في هذا الموضوع، ونشوفو كي نديرو نتصلو بالناس الخنيفرة، ونشوفو ولكن الحاجه اللي ما عجبتنيش انا يا اخي انك تصل بك هذا الخليل ديالها او العشيق ديالها او الصديقه ديالها او ما عرفت شكون هو هذا في ايطاليا، وبدا كيهددك وبدا كيستفزك. هادشي اللي ما عجبناش حنايا. هذيك اخويا غير خليها هذيك، غير خليها هذيك، راه غير خليها هذيك. اما الواحد يقول لك اسكت ولا نجي ندير داكشي اللي كندير لمرتك، راه واش بقى شي حاجه ورا هادشي؟ وهاد الاوديو هذا راه حيت كنت عندي النمره ديال المفوض، راه سمع لهاد الاوديو هذا والله ما داروا حتى حاجه. دابا انت الا بغيتي تزوج شي مغربيه ما يمكنلكش، اي واش ما يمكنلكش ولا الثقه ما عندكش؟ اخويا شنو نقول لك اخويا، اخويا واش بقات في الدقه دابا؟ عندك حنش، عندك حنش صحيح اخويا، حنش شحال يا واش بقات شي ثقه دابا؟ اوكي، ومازال كندير ثقه، مازال كندير. انا شوف انا كنقول كاينين بنات الناس ماشي الحال بحال، ماشي كلهم بحال بحال. ما غاديش نربي كل شيء في ما لا وي 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 وي، ولكن بحال هذا قال لك حوته وحده كتخسر شوية. بحال هذا النوع هذا بحال هذه اخويا راه خصها تحكم، يحكموا عليها. ولكن اخويا سليم راه ماشي القصه، ماشي غير ديالك، راه بزاف القصص كنسمعوهم هاد الطرف. ما نعرفش، بعض المرات كيشكيو علينا ناس مغربيات كيقول لك جابني الراجل ودا لي ورق وزاد، يعني قصص غريبه كيوقعوا ما بين ازواج في اوروبا. ولكن قصتك انت غريبة، انت باش ضرب تمارة وتصوب لك كاباسيتي د مارياج، وتطلع لك كاباسيتي د مارياج، وتقلب على ليفريت فامي، وتصوب ليفريت فامي، ودير لك غوكوبو فاميليال، وتصوب ليها الباسبور، وتطلع العنبرجة والقنصلية، وفي التالي
تقول لها مدام فوالا عندك الفول لو 15 فاس باغي اولي او بيان مونبولي او بلا، وهي تطلع جينوفا ولا تمشي دير ميلانو ولا تمشي دير بيرغامو ولا تمشي عند واحد اخر. راه 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 را را قمه الندله، قمه الحقره، قمه العار. حقروا المباراه تهنا الحقره. وي 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 اخويا الله ياخذ الحق، الله ياخذ الحق. داك الشهر كي داز عليك الاول يا خويا سليم، فاش رجعت سياره مشات عند شي واحد اخر. يا غير اسكت اخويا، غير اسكت شويه ما تسطيط، شويه ما تسطيط. كنت كنبكي عالم كالكا، بديت عالم كالكا وسكت. ما رضيتيش؟ ايه ماشي انت ما رضيت، كتبقى فيك الشمده، كتبقى فيك الشمده. كارثة. هذا هو هذا الشيء اللي كاين اخويا. وغير دابا غير كون مشات، انا دابا غير كون مشات بحالها ما تهزش المحامي عليا، ولا دابا طلقت من العالم من هنايا غيمشي للمغرب غادي نديرو صافي، كل واحد الله يعاونو. ما بغاتنيش انا، ماشي غير ما بغيتهاش. فنتمنى الخير من عند الله يا اخي، ونتمنى والله يفاجئها وما يكون غير غير الخير ان شاء الله. وكل شيء كيقول لك تجوز شي وحده تما وهني راسك، ولاني انت يا بغيتي هذا الموضوع تحل المشكل ديالو، ما يبقاش تابعك هذه السيده لا هي، وبغيتي تصبر داك الامور الماديه ديالك، وداك الورقه ديال 20 مليون كونترا دفعتيها للمحكمه ولا ما دفعتيهاش؟ كاينه عندي داك، كاينه عطيت كلشي للمحامي. وي ولكن المحامي راه كيرشوه، واش بغاني محامي انا؟ عطيت كلشي للمحكمه. حيت قالت كما قلت لك، قالت لي هذيك 20 مليون الله تنرميك فيها بها في الحبل. وي 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 يا دابا غير كنخاف دابا غير تقتل ولا يطرى ليها شي حاجه يرجعوا لي انا. ولكن قبل ما ندير لانولاسيون هنايا دورت على 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 الجيران ديالي ترى كلهم قلت لهم واش عمركم شفتوا هذه البنت هذه؟ قالوا لي هذا. قلت لهم سني هنا وراه عندي هذيك الورقه، هذيك راه كاينه عند المحامي هنايا. بلي الجيران ديالي عمرهم شافوا هذه البنت هذه عندي. ولا مشيت عند الدار دي جندرم هنايا قلت لهم كيفاش كيفاش كيفاش، قالوا لي طانك الى با بوزي سي بابي بوغ افواغ ان تيتخ دو سيجور. داكور. قالت لي ما كاينش، ما عمرها جات. قلت لها الا ما حطاتش باش تشد ورقها راه عمرها جات عندنا. حيت عرفت غادي يقول لي داك الشيء. ما انت 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 ما مشيتيش لابوليس. اسمعني انت ما مشيتيش لابوليس ولا الكوارد. اسمعني سليم، اسمع ليا، خليني نعاودك. لابوليس خليني نهضر معاك. ما مشيتيش لابوليس ولا الكوارديا سيفيل وعطيتي ودرتي امبلانت وحكيتي لهم هادشي بالتفاصيل، يقدروا يديروها في روشيرش في ليتا شينغن يقلبوا عليها. قالوا لي ما قالوا لي ما هزتش الحشيش، ما قتلتش الروح باش نديروها في لا ريشيرش انتربول. ولكن هي تدير الحشيش تطلق عليها. قالوا لي طان كي لي با فرونس ونا رينا ا فو دير فو زافي كا. قالوا لي عندك غير لانولاسيون دو ماريج سيلمون فوالا. ولكن تشمت انا، تشمت بحال تشمت بحال ما كنتش كنعرف، تشمت ما عارف القانون ديال المغرب واش ما كي واش ما كيقبلوش هاد الغاء الزواج. اما قالت لي واش نديرو، قلت لي المحامي واش نديرو الطلاق ولا الغاء الزواج؟ لا شوف غادي دير ديري الغاء الزواج، غادي دير يمكن الطلاق الغيابي. طلاق الغيابي انا هادشي طلاق غيابي، يعني السيده غايبه مجهوله فوالا. المهم غادي نرسل لك، غادي نرسل لك الحكم ديال النصارات وقراه مزيان شوف اش قالوا. انا نقدروا نتصلوا حتى بالمناسب ديالنا في خنيفرة انه يدخل معنا على الخط ان شاء الله، ويقدر يزور هاد الناس ونسمعوا حتى من داك الناس، ونقدروا ما عرفتش نقدروا نعاونوكم. شوفوا شنو نديروا يا اخي. واش ندمتي يا سليم؟ واش ندمتي؟
والله خويا لا ندمت، والله خويا لا ندمت، ماشي عا ندمت. ما يكون اخي ان شاء الله يا اخي، ما يكون اخي ان شاء الله يا اخي. حوته واحد اخويا خسرت الشواري دابا، شوف حال هادي شحال من واحد غادي يشوف دابا هذا 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 سميتو هذا، راه حتى واحد ما غاديش يطيق. واه 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 حتى واحد، راه حتى واحد ما غاديش يطيق، حتى واحد. واخا تكون مسكينه البنت زعما تراكيل وبغات، بغات الزواج، بغات راجلها، بغات سميتو، ولكن فينا هو الثقه؟ فينا هي الثقه؟ وكما قلتي واحد الكلمه زوينه قبيلات، راه قلتي راه ماشي كلشي بنات الحرام، راه غير ساعات لله. كاين وي واش عرفت ديك دابا؟ قلتيها لا، قلت لك راه كاين بنات الناس، ولكن الدراري هنا راه ما غاديش يديروا الثقه، ولا العيالات ما غاديش يديروا الثقه. راه ما تربحش يا اخي، والله ما تربح. علاش انا بحال بحال هذه البركه هذه؟ الله ياخذ فيها الحق. ما تقلقش يا راسك، ما تقلقش يا راك، راه ما تربحش. هادشي اللي كاين اخويا، ما عارف اش كيدير، حيت ما كنشوفش انا دابا في اللايف. هذا هو اخويا. فكنشكرك بزاف، وغادي نعاودو نتصلو بك يا اخي سليم، ومازال نعاودو نتبعو معاك القضيه ديالك، ومازال نقدروا ان شاء الله نزوروا حتى داك الناس في خنيفرة، ونشوفوا كي نديروا، ونشوفوا نسمعوا حتى منهم هما، وما يكون خير ان شاء الله. الله يرحم الوالدين اخويا. شكرا بزاف. مرحبا، شكرا لك يا اخي. مرحبا، شكرا بزاف اخويا. الله يرحم الوالدين. فمتابعي قناه شوف تي في، قصه غريبه سليم، قصه غريبه رجعتني لواحد القصه راني عاودتها لكم هذه 4 سنين، الناس اللي عاد تواصلوا معنا دابا بحكم انا مستشار ديال خدمات التأشيرة، كنت كندير خدمات التأشيرة. طلعت عندي واحد السيدة بدوية، بدوية بمعنى الكلمة، بدوية بمعنى الكلمة، لكن الخصايل اللي دارت، خصايل أكبر إبليس على وجه الأرض، ماشي حتى إبليس، أكبر إبليس على وجه الأرض. متابعي قناة شوف تي في، إنسانة بدوية غير من الهندام ديالها، صبات مهرس، أقسم لكم يمينا صبات مهرس، غير داك العكار ما مديوش بلاصتو، واحد المسكه تق 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 تق، داكشي ديال 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 تاب الداويس ديال الفوق. قالت لي السي عبد الله، انا بغيت نصوب انا وجوج وليدات وراجلي تاشيره باش نمشيو لهولندا. راجلي عنده محل تجاري، وانا ما خداماش، انا غير في العربيه، غير كدا 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 كدا. عاوناها في ورقه تجيبي جوج صور عقديه، شهاده الوفاه، شهاده عقد الزواج، حاله مدنيه، ترخيص الزوج، الشواهد الدراسيه، جيبي لنا الاصل التجاري ديال الراجل، لاباتونت لي غولي في بونكير، بريز اون شارج، توريزاسيون، لي فورميلار، ريزيرفاسيون دو لوتيل، ريزيرفاسيون دو بيي. جابوا لنا كل شيء، دفعوا لو رونديفو، خلصوا لا سيغونس، مشاو عطاو لهم الفيزا، 4 فيزا، دو زونفون دو زادولت. اش دارت هاد السيده هادي، هاد البدويه؟ هادشي اللي دارتو، نعاود عليكم هاد القصه مع عاد تفكرتها، اللي دارتو ما داروش حتى ابليس، ما داروش حتى ابليس. قاتل هاد الزوج هذا راجلها بلا ما نذكروا الاسم ديالو، قالت لي انا غادي نمشي انا وجوج وليداتي لهولندا، وانت واحد 4 ايام ولا سيمانه غادي تتبعنا، تجي مورانا، حنا غادي نسبقوك. مشات هاد البدويه لهولندا، متابعي قناه شوف تي في، مشات لهولندا، جا عند داك الناس، داوها فين داوها؟ لا غد لي كتصل بداك براجلها، قالت له راجلي العزيز، مرتك العزيزه راه وصلت لهولندا، وليداتك ها هما معايا، ولاني راه قلبي فرحان. قال لها باش فرحان؟ قالت له هاد الناس اللي راني عندهم لقيتهم كيعرفوا الله كاملين،
القسم كلهم كيعرفوا الله، كيصلي والعبادة القرآن كل شيء، سبحان الله العلي العظيم. لكن بغيتك في واحد سيرفيس اراجلي العزيز احبي. قال لي شنو هو السيرفيس؟ قالت له غتجيب لي 15 تسبيح، داك التسابح 15 تسبيح باش نهديهم لهاد الناس، غتجيب لي 15 سجادة ديال الصلاة باش نهديهم لهاد الناس، غتجيب لي 40 قرآن كريم ديال 2 دراهم باش نهديهم لهاد الناس. هادشي كامل تزامن مع الفترة ديال فاش كان داعش، تنظيم الدولة الإسلامية وداعش والإرهاب، والعالم كامل كيحارب الإرهاب بما فيهم المغرب وجميع الدول كيحاربوا الإرهاب. كانت الإجراءات مشددة في المطارات في شخيبول وفي كل شيء، وكتهبط نتايا وكتلقى العسكر وكتلقى هادي وكتلقى هادي. السيد على نيته قال أنا هادي بدوية مجوجها ما غاديش يطلع منها التحرميات كاملة. مشى شرا مسكين، هي طلبت له 15 تسبيح، هو قد تسبيح غير بخمسة دراهم شرا 30، طلبت له القرآن الكريم 30 شرا هو 50، طلبت له 15 السجادة شرا هو 20. قال لي أخي عبد الله، أو كيعاود لي وكيبكي، كيعاود لي وكيبكي. هما أش داروا؟ قالوا له قطع في الفول ديال كازا امستردام مطار شريبول في الاير عربيه، في طياره الاير عربيه، قطع في هذا التاريخ هذا واجي عندنا. قال لهم صافي. قالوا له قطع وصيفط لنا البيي. قطع وصيفط لهم البيي في الفاكس، ما كانش ديك الساعه الواتساب، لابليكاسيون ديال الواتساب ما كانش. صيفط لهم صيفط صيفط لها في الفاكس البيي. هما كيهزوا داك البيي، داك الناس مع داك البدويه هزوا داك البيي وهبطوه لابوليس ديال هولندا. قالوا له شوف هاد السيد هذا راه جاي من المغرب، جاي من الدار البيضاء لامستردام لشخيبول، ما طاش شخيبول، جاي النهار الفلاني. هاد السيد هذا راه مع داعش، راه جاي يدير نشر الدعوة الإسلامية هنايا، وجاي يقولنا الله أكبر، وجاي يفرق عنا هنا هولندا. أمنتي بالله بهذا السيد؟ ما عندنا ما نديرو به. قالوا لهم شو ما ما مالو شنو جايب؟ قال لهم راه جايب معاه القرآن والتسبيح والصلايات، جاي يهضر غير على الصلاة والعبادة. شوف اللعبة اللي داروا له ديال الشيطان باسم الدين، اللعبة ديال الشيطان باسم الدين. قالوا لهم لا، جات الطيارة حطت في امستردام شخيبول. قال لي يا اخي عبد الله كنلقى العسكر دايرين بيا والبوليس والكوارديا السيفيل وهادي وهادي وهادي، انا ما فهمتش علاش شدوني داوني. قال لك 15 يوم هو مقبوط في مطار شخيبول، هو مقبوط في تما في عند البوليس 15 يوم هو مقبوط تما. ملي 15 يوم هو مقبوط تما قال لك شدوا لي باسبور، داروا لي فيه غفوا لي ورجعوني للمغرب. اش دارت له اللعبه اللي دارت له؟ دارت له بان عمرو في حياته يضرب في اوروبا. فمتابعي قناه شوف تي في قصص غريبه، نتمنى ان شاء الله كان معنا الموضوع ديال سليم ود خنيفره اللي كيقول ما بقى ثقة، مهاجر مغربي تزوج بمغربيه صوب ليها الفيزا باش تلتحق به، لكن باش تمشي عنده في فرنسا مشات عند صاحبها الايطاليا. سليم كيقول لك انا ما بغيت والو، بغيت غير الطلاق ديالي، ما بقيت باغي لا مغربيه نديها لا هذه لا هذه لا هذه. لكن قال واحد الكلمه زوينه، قال لك ماشي بنات كلهم بحال بحال، راه كاين بنات الحرام وكاين بنات اللي معقولات. فنتمنى ان شاء الله القضاء ينصف هذا السيد، وان شاء الله نتمنى ان شاء الله المحكمه بالمملكه المغربيه تنصف هذا السيد، ونتمنى ان شاء الله يكون خير. فمتابعي قناه شوف تي في، كنتم معنا في هذا البث المباشر على قناة شوف تي في، نتمناو الخير عند الله ونتمناو العافية للجميع. قصة غريبة كانت ديال هاد الشاب، قصة مؤثرة، قصة اللي أثرت فيها متابعي قناة شوف تي في. فما عرفنا اش نقولوا، يكون الخير ان شاء الله. فمتابعي قناة شوف تي في كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، لنا مجموعة من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ كل شيء ما بغيش هذا الفعل هذا، كل شيء ما بغيش. ف
فمتابعي قناة شوف تيفي كنشكركم على التواصل ديالكم معنا، وكنشكركم على اللقاء ديالكم معنا. غادي نتلاقاو بعد قليل برنامج اخر ديال الدردشه. استودعكم الله والى اللقاء متابعي قناة.